ترقص على ايش؟ ترقص على ايش يا وجيه؟ الله ايش اللي صار يا جماعه اليوم؟ ايش في؟ ايش في؟ راس ايرن. وعدت من المعارك لست ادري على ما اضعت عمري في النزال. لسان حال مين؟ لسان حال كل شخص جلس يحارب من اول موسم. ايش هذا؟ اهلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه، احب اذكركم بمتجر ايدو واللي هم الراعي الرسمي لهذا الموسم كله او البارت الثاني كله من هجوم العمالقه، وعندهم تيشيرتات زي التيشيرت الجميل او البلوفر هذا اللي وصلني منهم مؤخرا، وارسلوا لي الامانه مجموعه تيشيرتات وبلوفرات جديده راح تشوفوها كل مره في كل حلقه اضافيه. فلو حابين تطلبون مثل هذه البلوفرات ومثل هذه التيشيرتات، كل اللي عليكم انكم تدخلوا على موقع ايدو الموجود في الوصف وتطلبوا تيشيرتاتكم الخاصه بهجوم العمالقه، لانه ايش في افضل من انك هجوم العمالقة وانت لابس لبس هجوم العمالقة؟ فكر فيها. بس الاهم من هذا كله، قبل ما تشتري من عندهم استخدم كود الخصم تبعي وجيه اللي راح يظهر لكم في الشاشة علشان يجيكم خصم يحب قلبكم. اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، فعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. والاهم من هذا كله، اذا عجبكم الفيديو اعطوها واحد لايك علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. وليتس جو اند توك اباوت ذس. انا جالس اتامل في خيبة املي. ترى انا جلست كذا اليوم قدام الشاشة وانا اتابع الحلقة حرفيا قاعد اتامل خيبة املي، وقاعد اتامل قد ايش انا مرة مثير للشفقة اني جالس احاول اتنبأ باحداث هذا الانمي. خيبة امل مش في الاحداث يا اخوان ولا ايش اللي صار، لا اللي صار شيء خارج عن التوقعات وشيء يعني يدعو للفخر صراحة انه الكاتب فعلا قدر يسوي شيء مختلف تماما عن اللي كنا متوقعينه. اوكي قدرنا نتوقع حاجة واحدة صح اللي هي صرخة زيك واللي هي اصلا شيء حتمي، بس لا فعلا صار اليوم شيء عجيب، شيء عجيب مؤلم محزن. يا قابي، يا قابي قبح الله وجهك يا قابي. قابي 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 قبح الله وجهك قبح الله. فاكرين يا جماعة قديش الكاتب جلس يؤسس في انه قابي سنايبر وقناصة ممتازة؟ فاكرين من زمان هو يأسس هذا الشيء، من يوم أطلقت على هذاك الجندي اللي كان متعلق في المنطاد وبعدها طلعت للمنطاد وقتلت ساشا، الكاتب قاعد يقول لكم يا جماعة غابي سنايبر ولا غلطة. تأسيس الكاتب لها طلعت نتيجته اليوم، طلعت في أهم وأضخم وأكثر حدث عجيب. غابي غابي نكبة نكبة وجه النكبة، بعد سموها غابي سموها وجه النكبة، وجه النكبة. الله ينكبك يا شيخة، الله ينكبك غابي. اوكي فاكرين يا جماعة لما كنت اقول لكم انه زيك مرة مؤمن بمقولة الغاية تبرر الوسيلة؟ قلت الكلام ذا مرة كثير لأني فعلا هذا اللي قاعد أشوفه في تصرفات زيك. اليوم تجلى هذا الإيمان قدامنا بكل وضوح. ماني قادر أتكلم. اليوم تجلى هذا الإيمان قدامنا بكل وضوح، وشفنا قد إيش إنه زيك رمى بعرض الحائط كل عواطفه ومشاعره في سبيل تنفيذ خطته. فالكو حبيبي حبيبي والله انك ما تهون علي ولا انت بتهون علي يا اخوه، ولكن معليش. كيف تسوي مراجعة؟ كيف تسولف في حلقة؟ اوكي ريلاكس. طيب زيك يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة ومستعد يسوي اي شيء لتحقيق غايته. يا عمي خلوا فالكو على جنب، احنا ليش كنا متوقعين انه ممكن يقول اوه فالكو حبيبي يلا اركب في الخيل وروح؟ يا حبيبي ده ضحى بامه وابوه، ضحى بامه وابوه يوم كان صغير علشان يحقق غايته. تبوا تفهموني انه الحين لو جاء فالكو قدامه بيقول له حبيبي فالكو هيا افقع بسرعة يلا ابغى صرخ يلا حبيبي قدامي صرخة؟ ما في. بعدين العملاق تبع فالكو غريب، مرة غريب، او انهم ميزوه بس علشان ايش يعني يظل راسخ في اذهاننا بس شكله غريب، او لانه عملاق طفل. عملاق، اول مره نشوف عملاق طفل. شفنا عمالقه اطفال ما توقع صح. ايرن للأمانة يعني ما زال مستمر في التقدم نحو العملاق الوحش في هذيك اللحظة، ولما حاول يوقفه غاليارد قال اسمع يا ورع يا ذا الفار أشغلت أمي في حياتي تراك، ومسكه وقال دي المرة أنا ما راح أكسرك ولا أقطعك حتت، دي المرة راح أحرص أنك تموت. ودق دق دق لين ما عاد ترك في أي شيء. ترى أنا مرة أحب غاليارد كذا، شخصيته تعجبني، هدوء وهو اتزان وكذا
صراحة مرة أحبه، ولكن للأسف ودعنا. حركة جدا غير متوقعة صراحة بالنسبة لي، ما كنت متوقع أنه غاليارد ممكن يموت. راهنت على موت إيرين يا رجل، بس ما توقعت غاليارد، عشان تعرفون أنه مراهناتنا في هذا الأنمي دائما تخسر. ولكن للأمانة يعني موت غاليارد حدث جدا جميل، وخدم الحدث مش جميل بموته، ولكن في القصة. غير أنه غاليارد يعني أخذ خاتمة جدا طيبة لما لمس يد راينر وشاف جزء كبير من ذكريات راينر، ومات هو مبتسم. ياب هذه تكفي لما شاف ذكريات أخوه مع راينر وكذا، وقال له أنه أنت أحسن، ولكن أنا حميت أخويا بلا 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 بلا. أي نعم صدمة، موت غاليارد صدمة، مستحيل ما تكون صدمة، مستحيل تعدي كذا بهدوء، انصدمنا. ولكن زي ما قلت لكم في بداية البارت الثاني انه لابد من انه يتم التضحية باحد العمالقة، لازم في عملاق يموت او يتوكل او يصير اي شيء، وهذا اللي صار. مات غاليارد، اكلوا فالكو، والحين يفترض انه فالكو عنده قوة العملاق الفك، ويب بنشوف كيف راح يكون العملاق الفك مع فالكو. هل راح يتغير شكله ولا راح يظل بنفس الهيئة؟ اتوقع انه راح يتغير شكله، لانه هذا اللي هذه الفكرة اللي وصلت لنا، انه كل شخص ياخذ العملاق ياخذ صفات معينة. اوكي يكون فيها ستاندر ثابت للصفات اللي يتميز فيها العملاق، ولكن يتغير شكله من شخص الى شخص على حسب الشخص اللي يملكه. خلاص الكلام، توحشنا والله يا غاليارد، فلترقد رسمتك بسلام. للأمانة يا جماعة ما كنت متوقع ولا 1% انه المؤسسة يومير تكون مجرد طفلة. كذا كنت متوقع انه واحدة كذا يعني ايش رزة، وممكن كمان ايش تكون كذا مفتولة العضلات somehow بطريقة ما، بس انها تكون طفلة. أمبي. ولكن هذا يفسر حاجة برضو، كيف انه فاكرين يومير، مش يومير ذي المؤسسة، يومير الثاني اللي كان عندها العملاق الفك اللي سرقته، كيف انه في بدايتها راحوا صنعوا او سووا اسسوا عقيدة يومير على انه هذه هي يومير، وكانت طفلة وقتها. هذه يومير، جيبولنا طفلة، اوكي انت يومير الجديدة وبنعبدك ونصلي لك، ما نعرف ايش كانوا يسووا من الطقوس قدامها. فهذا يفسر برضو ليش كانت طفلة وقتها، والحين طلعت يومير الحقيقية هي مجرد طفل. بس صراحة شيء محزن للأمانة، كيف انها جالسة تهيم في هذاك الفضاء الشاسع، ووظيفتها بس تبني في ذا العمالقة منذ آلاف السنين. اتوقع ان الكاتب محضر لنا تفسير، لابد من تفسير لقصة هذه الطفلة وايش حكايتها وكيف حصلت على قوة العمالقة في الاساس. فيب غالبا راح يجينا تفسير، غالبا او ام ليه. رمشة عين في العالم الحقيقي تساوي وقت جدا طويل في المسار، يعني لما أنا في إلديا أسوي كذا بس كون مرت سنوات كثيرة في المسار. تخيلوا أنه في كل مرة إيرين يستدعي عملاقه، أو أي شخص من ورثة العمالقة يستدعي عملاقه، المؤسسة يومير تبني العملاق من الصفر بالتراب، تبنيه كامل وتعطيه التفاصيل والقوة وكل شيء كذا، تبنيه من الصفر، ويستغرق ذاك الوقت منها سنوات في المسار، بينما في الواقع ما أخذت إلا رمشة عين. يقلع أم الكرف اللي جالسة تسويه يومير من 2000 سنة. أويلي ولا، حرفيا هي مثل ما وصفها يعني زيك، هي عبدة مقيدة في المسارات تلبي طلبات كل شخص يحمل قوى العمالقة. مثل ما كان متوقع آرمن، ومثل ما انه بعضنا راهن على هذه الجزئية، إيرين كان عنده خطة مختلفة تماما، بلا قتل رحيم بلا بطيخ، كان فقط مستغل زيك ويلينا علشان يحصل على قوة العملاق المؤسس، او علشان يفعل قوة العملاق المؤسس بالتلامس مع زيك. ولكن زيك اوريدي كان متوقع الفوضى هذه، زيك ما هو اهبل. اوكي انت اخويا، بس برضو انا حاط في بالي انك انت من تربية ابويا، وانا عارف انه ابويا قذر ورمة ويغسل مخ كل طفل يخرج من تحته. فزيك ما كان مراهن 100% انه إيرين معاه، كان حاط في باله انه فيه جزء كبير، انه فيه احتمال كبير عفوا انه إيرين يغدر فيه ويسوي خطة ثانية تماما. بل انه لمح لنا الكاتب كذا بمشهد بسيط من الفلاش باك لما إيرين وزيك تقابلوا الاول مرة، وقال له انه احنا راح ننفذ خطة القتل الرحيم، وقال له يس اوكي يا اخويا، وجلس يدمع زيك. ولما جو يتصافح وقال له ما راح نقدر نتصافح لانه التصافح حيسوي مشاكل وانفجارات هنا لاننا اثنين عمالقة، ولكن راح اعطيك هذه الكرة اللي في يدي بمثابة التصافح والاتفاق على الخطة. ايش سوى إيرين؟ سحب على الكرة خلاها تطيح. ليش يا إيرين؟ يعني انت تبغاه يعرف انك خول
عندك خطة ثانية ولا كيف؟ فزيك وقتها لما شافه ترك الكرة ورجع قال أوه معليش ما قدرت أمسكها. آه والله شكله ما الشكل إيرين عنده خطة ثانية. أوكي أوكي خليه في الحسبان الولد ده مو مزبوط. تربية أبويا وأنا أعرف أبويا أكثر منه هو كمان. حرفيا الوضع زيك عنده مصالح يبغى يأخذها من إيرين، إيرين عنده مصالح يبغى يأخذها من زيك. ولا لا أخويا ولا أبويا ولا أي شيء. أوكي زيك عنده هذه الجزئية الطيبة إنه أخويا وأحبه وأبغى أساعده وأبغى أنقذه من الأفكار القذرة اللي في دماغه، ولكن إيرين ما عندوش الأفكار دي، قاعد يستغل كل شخص قدامه بأبهى وأوضح طريقة. بخصوص عهد نبذ الحرب يا جماعة، الكلام هذا قاله ويلي تايبر في خطابه زمان، لو فاكرين خطاب ويلي تايبر الأخير اللي بعدها أكله إيرين. وضح ويلي تايبر إنه الملك فريتز ورث عهده اللي هو عهد نبذ الحرب إلى كل شخص يحمل الدم الملكي بعده، بمعنى إنه كل شخص يحمل دم ملكي ما راح يقدر يبدأ أي حرب، ما راح يقدر يحارب، وراح يظل مستسلم ومنهزم. مش منهزم بمعنى منهزم، ولكن إنه كل شخص من بعد الملك فريتز بدم ملكي راح يرفض الحرب تماما ويسعى للسلام مع العالم، وهذا اللي شفناه مع زيك اليوم. ولكن يا جماعة زيك قال حاجة جدا مهمة لما كان يسولف مع إيرين هم في المسار، قال له إنه أنا، طبعا إحنا لما نتكلم عن المشهد اللي طار فيه رأس إيرين وراح على يد زيك، صارت قصة في المسار، صارت أشياء ومرت سنوات. زيك جلس يسولف مع يومير وجلس يقنعها أنها تلغي نبذ الحرب أو عهد نقض الحرب، صارت قصة، بل أنه أقنعها وخلاها تعبده إلى حد كبير وخلاص تسوي اللي يبغاه. يعني أوكي حطي عليها سلاسل، حطت عليها سلاسل، فكي السلاسل حوليها على إيرين. زيك سوى مملكة هناك مع يومير. على كل حال اللي يهمنا من هذه النقطة، نقطة عهد نبذ الحرب، إنه من بعد الملك فريتز كل شخص يحمل الدم الملكي ما يقدر يحارب، هدفه الوحيد إنه يحمي جزيرة بارادايس ويمنع خروج العمالقة وهجومهم على العالم تماما. هذه كانت الخطة، إلى أن جاء زيك أقنع المؤسسة يومير وقال لها عهد نبذ الحرب هذا لازم نلغيه تماما، ولازم أي شخص الآن يملك قوة العملاق المؤسس يملكها بكل قوتها وبكل خصائصها. ما فيش عقود، ما فيش عهود، ما فيش أي اشتراطات. لما أخذ قوة العملاق المؤسس معناته أني راح أخذها من واحد إلى الياء، ما في أي عهد نبذ الحرب يوقف في طريقي. فهمتوا الفكرة؟ هذه قصة عهد نبذ الحرب، أنه يحط حدود لقوة العملاق المؤسس وأي شخص يحمل قوة العملاق المؤسس. فهمتوا؟ فهمتوا. فالآن زيك ألغى عهد نبذ الحرب، فمعناته لو أخذ قوة العملاق المؤسس مثل ما قال فراح يأخذها كاملة، راح يكون عنده قوة العملاق المؤسس بكل شبر وبكل تفصيل صغير فيها. اللي فهمناه الآن من زيك أنه خلاص أنت يا إيرين أنا المستك، وترى اللمسة اللي صارت بيني وبينك مش علشان أفعل قوة العملاق المؤسس عندك، لا لا يا حبيبي أنت مسوي ذكي أنا أذكى منك، اللمسة دي راح تورثني أنا، أنا صرت العملاق المؤسس مش أنت. وهذا اللي ما توقعناه، وهذا اللي ما توقعناه، وهذا اللي ما توقعناه. أنا ماني زعلان أنه زيك أخذ قوة العملاق المؤسس، أنا زعلان أنه ما أنه قاعد يصير شيء مو غير متوقع. اللي فهمناه من زيك الآن أنه راح يفعل أو راح ينفذ خطة القتل الرحيم، ومن ثم يفعل عمالقة دك الأرض لحماية بارادايس وتخويف العالم وإيقاف الحرب إلى أن ينتهي العرق الإلدي تماما. وأقص يدي مش من هنا ولا من هنا ولا من هنا، من هنا كذا أشلحها شوية مع الرقبة، لو طلع هذا الكلام اللي بيصير مستحيل. الكاتب مو أهبل، فاهمين كذا؟ احنا لو ندخل في عقل الكاتب يقول لك ترى بيصير كذا وكذا وكذا، اوكي يلا يا سلام بسم الله زيك راح يفعل دك الارض وراح يسوي القتل الرحيم، فجأة لا يطلع كلام ثاني. بتشوف ذكروا كلامي. اوكي طيب يا جماعة ايش اللي قاعد يصير في هذه اللحظة؟ السنوات اللي قاعد تمر في المسار والحوار الطويل اللي صار بين إيرين وبين زيك ومعاهم يومير، ايش اللي قاعد يصير في ذي اللحظة في بارادايس؟ خلونا ما ننسى، خلونا ما ننسى انه في فوضى، في اكثر من 300 عملاق عشوائي فعلهم زيك. إيرين رأسه طائرة، العملاق الوحش طايح في الارض، العربة جالسة تتصافق مع ارمن اللي ما هو راضي يفعل العملاق الضخم ما نعرف ليش، ومع ميكاسا. وللامانة ظهور ميكاسا في مشهد قتالي مرة ثانية كان حاجة تثلج الصدر. ففي فوضى صايرة. لو الان زيك وإيرين خلاص انتقلوا من المسار ورجعوا الى العالم الواقعي، ايش بيسوي؟ رأس إيرين الطائرة ذيك ايش؟ ولا إيرين مات وخلاص بيظل محبوس في المسار؟ انا مش قادر افهم، انا مش قادر افهم. اوكي رجع زيك بيوقف على رجلين ويقول fuck it stop، ولا حد يتحرك، بيسوي ايقاف، ايش بيسوي؟ والله في تساؤلات كثيرة يا جماعة، والله في تساؤل. او ممكن العملاق المؤسس يقدر يعالج إيرين، ممكن يعالج إيرين بقوة العملاق المؤسس، جايز مش غلط،
يا مو معقوله ينتهي دور ايرين، مستحيل مستحيل ينتهي دور ايرين ويجلس متكي في المسار. ايه طيبين يا ليش مسوين؟ اوه يا زيك، اه يا زيك الغدره. اكيد انه في هرجه، في هرجه، في هرجه. والله يا جماعه قاعد احاول احلل، والله جالس احاول افهم ايش قاعد يصير في عقل الكاتب، بس الموضوع مش سهل ابدا، مش سهل ابدا، مش حاجه قابله للتوقع. ولكن ليش نستعجل؟ ان غدا لناظره قريب،